طيب الاهلي ماشي زي ما احنا عارفين بخطوات جيده من بدايه الموسم الحمد لله محليا وقاريا، وكمان من بدايه مسابقه الدوري خلينا نقول هي بدايه قويه جدا لبعض الفرق. وطبعا لسه احنا برده في البدايه مش هنحكم من دلوقتي، لكن لحد دلوقتي زي ما يتقال كده سو فار سو جود. هنتكلم في الرؤيه العامه لاداء الفرق ومنافسات الاهلي تحديدا، وكل ده هيكون مع كابتن ايهاب جلال نجم الاهلي السابق ومدرب حراس منتخب الشباب اللي منورنا. بونجور. بونجور. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك معانا وبنسعد دايما بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. اعتقد لازم تكون البدايه بماتش الاسماعيلي ورؤيتك لهذا اللقاء وفكره ان كولر دفع بيه كريم فؤاد كوينج ودفع بيه شادي، والى حد كبير الحقيقه هذا الامر اتى ثماره والهدف اتسجل مع نهايه اللقاء. شايف انه كمان الماتش النهارده هيبتدي من حيث انتهى فيما يتعلق بالتغييرات ولا هيكون الوضع مختلف؟ بص يا كريم، عايزين بس نقول ان صفقه كويسه جدا ان كولر يبقى مدرب النادي الاهلي، لان ده اسم كبير. كان بيلعب في المانيا طبعا، انا كنت هناك وهو كان بيلعب ساعتها. منظم جدا، وانا شايف ان المدرسه اللي هي الالمانيه السويسريه او النمساويه دي مدرسه منظمه جدا وبتعتمد دايما على ال يعني لازم تكون منضبط جدا، وده اللي انا شايفه مع المدرب ده. عكس البرتغاليه او افضل من البرتغاليه؟ افضل من البرتغاليه، لان طبعا دي اعلى 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 مدارس واعلى بلاد في اوروبا اللي هي ومشهوره بالانضباط اصلا. بالانضباط جدا طبعا. وانا بحب الكوره او الرياضه لازم يكون فيها انضباط. انضباط مع لعيبه كويسه هتؤدي الى نتائج كويسه. وانا شايف ان المدرسه دي ممتازه جدا. قبليها كان فايلر طبعا، وقبليها كان زمان او فايسا من اشهر المدربين جات النادي الاهلي ومن احسن المدربين جات مصر تقريبا. فانا شايف ان المدرسه دي يعني ماشيه معانا، يعني ماشيه جدا مع النادي الاهلي. وانا شايف ان يا ريت تبقى المدرسه دي موجوده دايما في النادي الاهلي، لان انضباط موجود جدا. انت بتلعب مع لعيبه كبار، لعيبه اسامي كبيره جدا، فلازم يبقى منضبطين جدا عشان يادوا الاداء اللي انت محتاجه والجماهير محتاجاه. فده مهم جدا، واحنا شفناه طبعا مع بدايه الموسم وبدايه مباراه البطوله الافريقيه المينستيري، ان النادي الاهلي لعب مباراتين هنا وهناك كويسه جدا. صحيح. مع الفارق طبعا ان النادي الاهلي والمينستيري طبعا، انما اداء النادي الاهلي يطمئن ان في بدايه كويسه جدا وان شاء الله تستمر. وابتدت مع مباراه الاسماعيلي كمان، مباراه كانت كويسه جدا، النادي الاهلي ادى فيها مباراه رائعه جدا، والنادي الاسماعيلي برده مش عايزين ننسى ان هو برده ادى مباراه رائعه جدا. طبعا. انما الاحسن والافضل كان ان هو النادي الاهلي ان هو يعني كسب المباراه، وده المهم جدا في الموضوع. الموضوع الثاني، الراجل كولر ليه رؤيه، الرؤيه دي لازم احنا يعني نسنده فيها، ان مثلا نجيب مثلا لاعب مثلا كان بيلعب مثلا باك ليفت او يحطه مثلا هاف ليفت. دي رؤيه هو اللي يشوفها. طب. يعني زمان قوي لما كنا بنلعب زمان كان ابراهيم حسن اخو حسام حسن كان بيلعب راس حربه، جم شافوه كابتن عادل طعيمه شافه قال لك لا ده يلعب باك رايت، لعب باك رايت بقى من احسن باكات رايت في مصر وافريقيا. فاحنا عايزين نخلي الرؤيه دي للمدرب، واحنا نساند والجماهير تساند على اساس هو برده عايز مصلحه النادي الاهلي ومصلحته هو شخصيا. هو سفر الجماهير مسانده بشكل كبير جدا بصراحه جداً. وكولر برضو نال اعجاب واستحسان جماهير النادي الاهلي من اول ما جيب بصراحه. يعني حقيقه لان هو دخل بانضباط بشكل كبير جدا، لان هو جاي وفاهم هو رايح فين. النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطل افريقيا، احسن نادي في الشرق الاوسط، فهو داخل في الحته ديت. فهو يعني ابتدى يعني يمشي على الخط المظبوط بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي انا شايفه. ان شاء الله هيبقى فيه احسن كتير جدا، وبدايه طبعا مع ماتش السوبر اللي جاي ان شاء الله. يعني طيب احنا عندنا كان للاسف طرد طاهر طبعا، فبتشوف كولر هيدفع بمين بدل طاهر المباراه ان شاء الله القادمه؟ وفي نفس الوقت برضو هنتكلم عن الطرد اللي حصل او التحكيم اللي حصل سو فار، لان كان معانا خبر انا وكريم حتى في الانترو واتكلمنا على ان كلاتنبرج لحد دلوقتي وطلع بيان قال فيه ان لحد دلوقتي او في الجوله الاولى ما فيش اي اخطاء، وهو راضي عن كل التحكيم اللي حصل حتى لو في حاجات يعني بسيطه حصلت. فخلينا نروح لده الاول. كولر بتشوف مين بديل مثلا هنا طاهر محمد طاهر؟ هو في طبعا هيبتدي النهارده بيرتس تاو رجع تاني طبعا القايمه، ده شيء كويس جدا. أكيد. يعني
يعني انا مش عارف كريم فؤاد، حسين الشحات. لا انا شايف ان كريم فؤاد هو الاقرب من حسين الشحات، من حسين الشحات، لان حسين الشحات برضه جاي من اصابه وكده. فاعتقد ان مباراه السوبر دي مباراه واحده لازم فيها مكسب، فهي طبعا مباراه واحده، مش عايزين تعادل او ضربات، يعني هي لازم تخلص في المباراه ان حد يكسب يعني. فاعتقد ان كريم فؤاد هو الاقرب من وجهه نظري انا، يعني ان كريم فؤاد هو الاقرب لطاهر محمد طاهر. وانا شايف ان اي حد هيأدي في المكان، او اي حد او اي لاعب في النادي الاهلي بينزل بيأدي بصراحه، حتى لو مش مكانه بيأدي. صحيح. فاحنا شايفين ان شاء الله هنشوف مباراه كويسه ان شاء الله. يعني مباراه السوبر دايما الاهلي والزمالك مباراه صعبه طبعًا جدا طبعًا. بتبقى خارج البلاد، بيبقى جماهير كبيره جدا، جماهير كتير جدا بالنسبه للاهلي او الزمالك طبعا النادي الاهلي طبعا اخطر شويه، انما مباراة صعبة جدا، ولازم التركيز من اول قبل ما يسافر من هنا. يعني هو هيسافر يوم الثلاث ان شاء الله، المباراة يوم الجمعة، فاعتقد ان لازم التركيز. وانا انا عارف النادي الاهلي طبعا اللعيبة مركزة جدا في المباراة، وحتى وهم بيلعبوا مباراة الاسماعيلي عينيهم على مباراة السوبر، وده لان ده مهم جدا، لان دي بطولة لوحديها، يعني ما مباراة بطولة. ومن قديم الازل يعني لسه قبل السوبر عندنا برضو كذا ماتشين للدوري اللي هو مباراة اسوان النهاردة ان شاء الله. قصدي اقول لحضرتك ان مباراة الاسماعيلي مباراة كبيرة، يعني من اكبر المباريات اللي الاهلي بدا بيها، اللي هو مباراه النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي برده كبير جدا طبعا. فانا شايف ان هو قدر يخلص المباراه وعينه برده على السوبر اللي هي المباراه الكبيره الثانيه، انما في الوسط طبعا في مباراه اسوان هيلعبها ان شاء الله بالتوفيق يعني. طيب قبل ما ندخل مع حضرتك بقى في توقعاتك بالنسبه لماتش النهارده امام اسوان، عايزين بس نعرف رؤيتك للجوله الاولى مبدئيا من النسخه دي من الدوري. هل تقدر تقول ان في فرق معينه كانت مفاجأة بالنسبة لك، أدائها كان مفاجئ، فبالتالي متوقع أن تبقى فرق بعينها يطلق عليها الحصان الأسود للنسخة دي من الدوري؟ بص يا كريم، الدوري بادئ كويس جدا، يعني أول مرة أشوف يعني الدوري يبدأ سخن جدا، كل المباريات يعني حتى لو ما كانش مكسب فيها تعادلات إيجابية غير مباراة الداخلية، وهي دي الوحيدة اللي بدون أهداف هي وطلع الجيش. إنما أنا شايف الداخلية بدأ كويس جدا، يعني بدأ هايل جدا مع رضا شحاته. ما توقعتش ان الداخليه اول لما تبتدي هتبتدي بالشكل ده، اللي بتلعب مع فرقه كبيره برضه زي فرقه طلائع الجيش، قدرت ان هي وكان في وقت او اوقات كتير جدا من المباراه كانت ممكن تكسب. انا شايف ان الداخليه هي يعني والمحله طبعا اقرب للقب الحصان الاسود. بالظبط، يعني هي والمحله انا اعتقد ان هم فرقتين كويسين جدا، وبداوا جامد جدا. وعلى فكره يا كريم، في فرق كتير جدا دلوقتي بتبتدي كويسه جدا عشان تقدر تلم نقط كتير قبل بدايه الدور الثاني، عشان ما يحصلش فيها مشاكل زي ما حصل السنين اللي فاتت مع فرق تانية. فانا شايف ان الداخليه اعتقد انها هتبقى من الفرق كويسه جدا السنه دي. المحله ماشيه بشكل كويس جدا، واحرزت هدف كويس قوي في المباراه اللي لعبتها. انا شايف ان يعني الدوري بادئ كويس جدا، فيوتشر كويسه جدا، سيراميكا هي اكبر. هل الصفقات الجديده عملت شغل مع الفرق؟ طبعا طبعا، يعني ياسر احمد ياسر راير في سيراميكا عمل شغل كويس جدا. سيراميكا فرقه من السنه اللي فاتت كويسه جدا، هي الوحيده اللي كسبت مكسب عالي جدا ضد النادي المصري. النادي المصري برضه نادي كبير، انما الفرق كلها باديه كويس جدا. نادي الزمالك بادئ كويس، المقاولين العرب بادئ كويس، يعني انا شايف ان في فرق، كل الفرق بدأ كويس جدا 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 مع بدايه من اول جوله، يعني من اول جوله. ده بيترجم برضو كابتن ايهاب ان يعني برضو لما فكره، انا مش هقول لغه راس المال، بس لما ابتدى يبقى فيه بادجت كبيره للانديه المختلفه، ابتدى يبقى فيه تحسن في الاداء. يعني مش بس الترجمه هي في فكره الصفقات، بس انت ابتديت تحس ان في اهتمام اكبر. صحيح. بالفرق بقى فيه فكر مختلف شويه، بقى فيه تطوير في كل فرقه، يعني اعتقد ده اللي حسن الاداء بعد كده. صحيح كلامك مظبوط جدا. هي المشكله كلها ان تدعم الفرق، الفريق بتاعك لازم يكون عندك امكانيات فلوس، يعني الفلوس هي لغه الكره القدم دي في كل رياضه بصراحه، في كل الرياضات، حتى الهاند بول. لو ما النادي الاهلي ماشي برضو كويس جدا عشان الفلوس كويسه جدا، او في عامل المادي للاعب كويس جدا. فانا شايف ان الفرق زي الداخليه عندها ثلاثة افارقه هايلين جدا هايلين جدا، يعني من الفرق اللي بتجيب افارقه كويسه جدا فرقه الداخليه دي على مدار السنين اللي فاتت كلها. فطول ما هو فيه
فلوس بتضخ للعيب ولعيب كويس يجي، اعتقد انها هتبقى الدوري الدوري هيبقى ده في حال جدا. الفرق اللي بتطعم القوام الاساسي بتاعها باسمين ثلاثه اربعه خمسه، لكن انت عندك مثلا على سبيل المثال فريق اسوان، احنا بنتكلم على 19 صفقه، لا وفي فرق 24 في 21 وفي 23 يعني كنا بنتكلم من شويه وانا ونهاوند وهي كانت حتى بتقول ما معناه، انا مش عارفه هل ده مفيد للنادي ولا قد يكون مضر يعني فيما يتعلق بالهارموني يعني. فعلا يعني حضرتك شخصيا شايف ايه سلاح ذو حدين يعني دي. استكمال الكلام كريم، فعلا ده سلاح ذو حدين يعني، انا لما اجيب فرقه ونص او فرقتين مره واحده على الفرقه بتاعتي، هل ده ممكن يفيدني ولا ممكن يضرني؟ ان صعب قوي انت برده ما تتكلمش في فتره طويله شورت نوتس، برضو احنا مش طيب. بقالنا يعني من موسم الانتقالات او الميركاتو دلوقتي قدروا ان هم يتناغموا قوي كده ويفهموا التاكتكس بتاعت او فكر المدرب. انا بشوف ان ده ربما، انا من الناس اللي يعني بتبنى الراي ده، النيجاتيف بتاعها او يعني الديس ادفانتج بتاعها او السلبيات اللي منها الى حد ما اعلى شويه. بصي ان انا اجيب فرقه هي مش بالكم، هي مش بالكم، هي باللي انا محتاجه بالزبط. في فرقه بتجيب بتحاول تجيب زي مثلا تجيب 21 لاعب، انا شايف ان ده كتير جدا يعني يعني انك تغير فرقه طب كاملة. تغير اسم الفريق بقى بالظبط كده بالظبط كده طب تغير كل حاجه يعني. بس هم يعني انا اعتقد او انا شايف ان ممكن يكون فرصه ليه ان هو يجيب كام اللعيبه دي كلها، بس زي ما حضرتك قلتي مش بالكم، هي لازم يكون انا محتاج قد ايه كام لاعب في كل مركز عندي بالزبط. هو ده المهم جدا، وبرده زي ما حضرتك قلتي ممكن تطلع سلبيه جدا يعني، ممكن الموضوع يبقى تطلع سلبي جدا، مش ان انا جبت لعيبه كتير يبقى انا هبقى كويس، الموضوع مش كده خالص، الموضوع لازم اكون عندي قوام فرقه واجيب يعني النواقص اللي عندي في كل مركز، ده المهم جدا. بس انا شايف ان برده يعني من وجهه نظري انا هتبقى موضوع مش كويس ان انا اجيب 21 لعيب في فرقه بص يعني. بص كابتن، هو على كل حال دي اول مره تحصل وهيبان من التجربه في الموسم ده اذا كانت فعلا التجربه ناجحه او لا بالزبط. يعني ده اللي احنا هنعرفه، لان فعلا اول مره نشوف صفقات بهذا الكم يعني كتير جدا. طيب تعالى بقى نروح مع حضرتك انا وكريم لاسوان النهارده، وعندنا مباراه مهمه، والبعض يعني حتى لما اتكلمت مع حضرتك على الماتشات اللي جايه لم تذكرها يعني قوي يعني هل هي سهله لهذه الدرجه ولا برضو في تخوف شويه، لان برضو كابتن ربيع ياسين هو كان برضو صحيح. يعني درب المنتخب الشباب وكان بيدرب برضو لعيبه من الاهلي زي اكرم توفيق صحيح. وهو عنده برضو خبره كبيره بالنادي الاهلي يعني، فبتشوف ان ربما يكون في لعب مختلف شويه، في تنافسيه الى حد ما حتى مع خساره اسوان الماتش الاخير. على فكره خساره اسوان الماتش اللي فات ما تعنيش ان هو كان وحش، بالعكس اسوان كان فرقه كانت ماشيه كويس جدا في المباراه، انا شفت المباراه وكانت كويسه جدا 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 لولا الجون اتخطف يعني زي ما بيقولوا كده اتخطف فعلا، انما اسوان ماشيه بشكل كويس جدا. كابتن ربيع اسم كبير طبعا في التدريب، عايزين برضو يعني لازم ندي كل حاجه حقها يعني. فرقه اسوان مش هتبقى المباراه مش هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي، انما على الورق النادي الاهلي سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي بالظبط، انما في الملعب بيختلف جدا، انك انت تادي او ما تاديش، لو ما اديتش هيحصل لك مشكله، انما انا شايف ان فرقه اسوان فرقه كويسه جدا، انما النادي الاهلي لازم يعمل لها حساب على اساس برضو ياخد المباراه وتبقى مباراه يسهلها على نفسه، وبرضو الفرق اللي هي معلش مع احترامي اللي هي طالعه من الدرجه الثانيه او كده، لو اديتها الفرصه واديتها الوقت انها تمشي معاك في المباراه بيبقى بيصعب عليك المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، انما كل الناس عارفه ان النادي الاهلي لو في من اول مباراه خد المباراه وبادر هو بالتسجيل هتبقى المباراه بالنسبه له سهله جدا، بس ما ياخدش اسوان ما تاخدش معاه وقت يعني. فكره ان انت المدير الفني للفريق المنافس حافظ الى حد كبير كل تفاصيل مجموعه من اللعيبه بتوعك، دي الى اي درجه ممكن تشكل خطوره؟ بص هي بتشكل خطوره طبعا، انما التفصيل عشان انا اكسب مباراه بيبقى جوه انا كمدرب مثلا انا عارف فرقه النادي الاهلي كويس جدا، بس النادي الاهلي يكسب الفرقه دي بتفاصيل صغيره جدا جوه المباراه ما يعرفهاش غير المدرب ده والمدرب ده او المدير الفني او المدير الفني، فهي دي اعرف زي ما انت عاوز، وكل يعني كل الفرق كتاب مفتوح بالنسبه لبعضيها، انما من تختلف من مدرب لمدرب هي التفاصيل الصغيره جوه المباراه، التاكتكس بتاع المدرب نفسه هو ده اللي بيكسب منه المباراه، مثلا زي يورجن كلوب او ليفربول او مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي هو كله حافظ بعضه، انما عشان اكسب هي تفصيله صغيره جوه المباراه ما لا يعلمها غير المدرب في التاكتكس بتاعه جوه المباراه،
فطبعا كابتن ربيع عارف ده بعد النادي الاهلي كويس جدا، انما عشان النادي الاهلي يكسب اسوان هي التفاصيل اللي انا بقول لحضرتك عليها، التفاصيل الصغيره اللي هو ممكن المدرب في التكتكس يقدر يشتغل عليها في المباراه بس. كويس قوي. نروح بقى للاخطاء التحكيميه او نروح التحكيم. التحكيم سو فار من كلام او من شهاده كلاتنبرج وهو يعني رئيس لجنه الحكام المعين الجديد اللي الناس كتير متفائله بيه ان هو هيحسن هذه المنظومه، هو بيتكلم ان الجوله الاولى ما عنديش اخطاء يعني انا، او هو راضي عن كل التحكيم اللي حصل لحد دلوقتي. دي نقطه بتشوفها ان هو وجوده هو اللي وصلنا لده مقارنه برضو ب يعني المواسم اللي فاتت، ولا بتقيم سو فار التحكيم ازاي كابتن ايهاب؟ بص انا التحكيم في الجوله الاولى اعتقد ما بيبانش قوي برضو. مش باين قوي بس يعني في اغلب الاوقات كان ما كانش كان مرضي يعني ما فيش مشكله، كمان ما كانش في احداث جدليه ما فيش كتير. احداث كتيره يعني غير مثلا مباراه اعتقد البنك الاهلي ضربه الجزاء بتاعت ابو جبل يعني برضو دي انا يعني انا كمدرب انا ممكن اقول دي مش ضربه جزاء بس الحكم فيه ليه تفاصيل اكتر مني في الخبره في التحكيم او في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحاجات الصغيره بتاعه التحكيم انا ما اقدرش اعرفها بالزبط. فهو يعرفها، هو يقدر يقول مثلا دي ضربه جزاء او مش ضربه، انا ممكن اعترض اقول دي مش ضربه جزاء بس هو ممكن يقنعني ان دي ضربه جزاء عشان حصل كذا وكذا وكذا. يعني مثلا برضو في نفس المباراه بتاعه البنك الاهلي كان في اوفسايد اللي البنك الاهلي جاب فيها هدف واتلغى ان كانت الايد هي اللي اليد طبعا لا تحسب في الاوفسايد، انما في جدل انما ما اقدرش انا يعني اجزم ان دي صح او غلط. هو ليه اصلا يعني لو عملنا مقارنه كده بين التحكيم زمان، وكلمه زمان دي اقصد بيها الزمن اللي ما كانش فيه ولا فار ولا سماعات في ودان الحكام ولا تواصل ما بينهم وبين الحكم الرابع ولا كان فيه المنظومه دي بالكامل، وكانت الامور الى حد كبير يعني تقديريه من وجهه نظر الحكم صحيح. واللي دايما بتلاقيه واقف في المكان المناسب في الوقت المناسب. دلوقتي مع التطور المفروض ان احنا ما نشوفش الاخطاء اللي كنا بنشوفها على الاقل الموسمين اللي فاتوا. مش المفروض ان التقدم التكنولوجي يساعد على سهوله الحكم على الامور؟ ليه الموضوع معكوس؟ ليه هقول لك ليه يا كريم؟ لان زمان كانت السرعه بتاعت الكوره او سرعه المباراه مش زي دلوقتي. دلوقتي الكوره اسرع كتير جدا، اللعيبه اسرع كتير جدا، تطور السرعه في الكوره والتكتكس والحاجات دي كلها احسن طبعا من زمان جدا. زمان كنت ممكن تلاقي مثلا الباك رايت ما بيطلعش اكتر من نص الملعب والتحضير بياخد وقت اطول بالظبط كده، انما دلوقتي السرعه محتاجه المنظومه دي كلها، الفار وان مساعد الحكم هو اللي برضه الحكم الرابع بيقول للحكم ده عمل كذا اديله انذار مثلا، الحكم الرابع هو اللي بيقول كده. فالتطور عشان السرعه غير زمان تلاقي فيه مثلا لخبطه كتير دلوقتي. ليه؟ لان الحكم الرابع بيتكلم، اللاين مان بيتكلم، الفار بيتكلم، الحكم الساحه بيتكلم، كل ده وبرضه في اخطاء بيظهر بيطلب مثلا بالظبط كده، وبرضه في حاجات كتير جدا احنا برضه غايبه علينا، انما زمان كان الموضوع اسهل شويه يعني ما كانش فيه سرعه جامده قوي، كان بتعتمد جدا على المهارات زمان غير دلوقتي بتعتمد على السرعه والقوه دلوقتي. فلو الحكم ما تماشاش مع السرعه والقوه اللي موجوده دلوقتي هيبقى يحصل مشكله زي ما بيحصل دلوقتي. انما الجدل ده هيفضل موجود لغايه اما تقوم الساعه. ليه؟ بس ده احسن حاجه ان انا شايف كده. انا برضو اول ما الفار اتعمل انا ما كنتش ما كنتش حابه يعني مش حابه. ليه؟ اقول لحضرتك ليه مش حابه. ليه؟ الكوره دايما فيها لا انت مثلا بتشجع النادي الاهلي وانا بشجع نادي اي نادي تاني اقول مثلا لا الكوره دي اوفسايد، لا دي الكوره دي جون، الكوره دي ده الجدل ده الحلو في الكوره. احنا كنا زمان كده كنا بعد ما نشوف المباراه ننزل تحت مع اصحابنا لا الكوره دي اوفسايد، لا الكوره دي جون، فهي الكوره تبقى متعتها في كده. الفار الفار بيدي كل واحد حقه اوكي تمام جدا ومفيش اي مشكله، انما متعه الكوره كانت كده زمان بصراحه. انا اتربيت على كده وشايف كده يعني، انما طبعا الفار لازم يدي كل واحد حقه يعني. خليني اروح معاك لان انا عندي برضو سؤال اجابته طويله شويه عشان ايه ما نقطعهاش. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك كده ونقيم شويه الكره المصريه، لان احنا كان عندنا مشاكل كتير، هو مش كان احنا لسه
لا لسه عندنا مشاكل كثيره جدا، ولكن في خطوات على الارض اتعملت لتحسين وتطوير كره القدم المصريه، ومنها انتداب اجانب يعني مختلفه في بوزيشنز مختلفه، فكره برضو ان انت بتضخ راس المال الى حد ما، ابتدى يبقى عندك رغبه في ان انت تحسن. وفي الاول وفي الاخر لما تحسن كره القدم المصريه وتطورها ده هيصب في المنتخب. منتخب مصر حتى هذه اللحظه انا من وجهه نظري لم يقدم اي شيء يعني نقدر ان احنا نقول فرحنا بيه قوي، الا حاجات او سنوات قليله طبعا، لكن مش ده اللي يرضي جماهير مصر. فازاي كابتن ايهاب من وجهه نظرك بقى الوضع يتحسن شويه؟ انا بتكلم هنا على كره القدم المصريه اللي بتصب تاني في منتخب مصر، اللي بيصب بعد كده او متفرع منه الانديه المختلفه المصريه. صحيح. اولا المنتخب انت محتاجه ان اي مباراه العبها لازم اكسبها، ده مهم جدا. ناس كتير جدا شايفه ان ممكن الاداء مش مظبوط، لان طبعا في تغييرات في المدربين وده بياخد طبعا وقت بالنسبه للمدرب، بس هي المشكله كلها في منتخب مصر ان هو ما بيتجمعش فتره طويله، مش زي زمان او ايام الكابتن جوهري كان بيجمع معسكرات. بالشهور يعني معسكرات كتير جدا، انما دلوقتي اكتريه اللعيبه محترفه، المفروض ان اللعيب بيجي عارف هو بيعمل ايه. مشكله كبيره جدا ان المدرب بيجي يعني كيروش مشي، جه المدرب الجديد بياخد وقت بيشوف اللعيبه، بيبقى عنده الجهاز بتاعه ما فيش، يمكن بيجيبه واحد بس، الواحد مثلا واحد بس مصري ما يقدر يقول له خد ده يعني شوف ده او تعمل ده او اللي موجود هو ده، فهو طبعا عاوز يشوف بنفسه لان هو طبعا المدير الفني هو المسؤول، فبياخد وقت، فكل ده بينصب على المشكله كلها ان بياخد وقت طويل على اساس ان الفرقه بتنسجم. وفي لعيبه كتير جدا بتنضم لمنتخب مصر اول مره يخش منتخب مصر بياخد وقت كتير جدا، يعني في المباراتين بتاعت النيجر وليبيريا في ثلاث لعيبه جداد خالص جدا ادوا بشكل رائع جدا وكانوا ممتازين جدا وكانهم بيلعبوا من فتره طويله، انما عشان تخش جوه المنظومه جوه المنتخب وجوه بتلعب مع لعيبه كبار جدا زي محمد صلاح زي تريزيجيه زي الناس دي كلها لازم تاخد وقت، ولازم تبقى انت ليك الشخصيه بتاعتك انك انت لازم تخش في وسط الناس دي. بس الاسماء اللي حضرتك تفضلت بيها دي وطبعا غيرهم، احنا بنتكلم على قوام المنتخب طبعا. خلاصه اللعيبه اللي عندنا في مصر تمام. وخلاصه المغتربين منهم او اللعيبه الدوليين منهم، يعني لو افترضنا جدلا ان الجماعه دول ما كانش عندهم وقت ان هم يندمجوا مع بعض، ومفهوم طبعا ومفهوم اهميه هذا الامر، بس احنا لو افترضنا ان كل واحد لعب بشويه الامكانيات اللي عنده هنشوف اداء مرضي عن اللي كنا بنشوفه، يعني قدرات وامكانيات واسماء اللعيبه المفروض ينتج عنهم ده لو لعبوا بشكل عشوائي. صحيح. لو افترضنا ان هم ما عندهمش حتى خطه نازلين ينفذوها. صحيح. لو كل واحد عمل الشويتين اللي هو حلو فيهم هنشوف كرة مرضية، ليه ده مش حاصل؟ بس هي في حاجة يا كريم، اللاعب دوت مثلا زي تريزيجيه مثلا أو صلاح أو أي حد هو كل شغله لو أنت حضرتك قلت بالشكل ده هتشوف حاجة رائعة جدا تمام كويس جدا، إنما المشكلة كلها إن المدرب بيلزم اللاعب إنه يعمل حاجات معينة فالإمكانيات بتاعته ما تطلعش، والمدرب لازم يفهم المدير الفني لازم يفهم امكانيات اللاعب بتاعه ومراكزهم يتعلقوا فيه بالظبط كده. فطبعا انت كلامك مظبوط جدا، لو كل واحد لعب كده لوحده هيكسر الدنيا هنشوف كوره حلوه بالظبط كده، انما المشكله كلها ان المدير الفني دوت محتاج ان هو يحط التاكتكس بتاعه فبيلزم اللاعب انه ما يعملش غير كده. هي دي النقطه بتاعه اللعيبه، فبالتالي جزء كبير من القوه الضاربه للعيبه. برافو عليك. عشان كده بيحصل في المنتخب كل الناس تقول ان احنا مش شايفين منتخب او المنتخب مش كويس او الناس بتقول كده يعني، انما هو المدير الفني ملزم يعني بيلزم اللعيب انه يعمل كذا وكذا وكذا، ما يقدرش يقول له ما تعملش كذا، فهو المدير الفني هو المعني بالتاكتكس بتاعه. احنا نتمنى فيتوريا بس يقدم ده بشكل يعني احنا مش هنعترض ولا هنتدخل ولا لينا ان احنا نقول له يلعب ازاي او طرق اللعب او غيره، بس نتمنى ان ده يطبق فعلا على الارض، لان فيتوريا زي ما اتقال كده دلوقتي هو الامل بتاعنا، يعني شوف كم اسم جه ومشي وانضم وبعد كده يعني رحل عن المنتخب، احنا لا نتمنى كمان يبقى في تجربه اخرى غير ناجحه، مش هقول فاشله بس غير ناجحه، فده هيبقى صعب جدا. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع كابتن ايهاب لان لسه برده في كلام كتير اعتقد يخص فكره هنا تطوير كره القدم المصريه. فاصل ونرجع.
اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن ايهاب جلال اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي لسه عندنا الحقيقه يعني نقاط مختلفه عايزين ندردش مع حضرتك فيها. بس احنا كنا وقفنا عند نقطه معينه تفصيله قبل ما نطلع فاصل، عند تطوير الكره، كره القدم المصريه، وامتى بقى هيبقى منتخب مصر كده بينافس بشكل كبير وبينافس بشكل حقيقي ونشوف في كاس العالم موجودين. ومش بس موجودين، احنا مش عايزين بس نتواجد، لما تواجد يبقى ليا تاثير. يعني صحيح، بص حضرتك عشان هي بس المشكله كلها حصلت ان كل الناس مش بتقول منتخب مصر ومنتخب مصر وكده. حصل طبعا ليه؟ لان احنا كنا واخدين على منتخب مصر عماد متعب وعمرو زكي والحضر، يعني كان جيل رائع جدا. مش ممكن بصراحه يعني فاحنا هنا بناخد من اخر حاجه احنا وقفنا بينها. صح، طبيعي جدا وحاجه كويسه جدا. حصل تغيير جدا كتير جدا بعد المجموعه دي كلها، وثلاث بطولات خدوها ورا بعض، شيء رائع جدا ومن احسن اجيال جت في مصر تقريبا. يعني جه الجيل اللي هو بعديه اللي هو محمد صلاح والنني وحجازي والمجموعه دي كلها، طبعا مجموعه رائعه جدا ومجموعه كبيره جدا ولاعيبه كبار جدا. انما لازم عشان الناس تثق في الناس في اللعيبه دي او كده لازم ياخدوا بطوله، ده طبيعي جدا. ولغايه دلوقتي ما حصلش ان اتاخد بطوله او كده، فعشان كده كل الناس عينيها على منتخب مصر. ليه؟ مش كويس، مش حلو. هو لا، كويس جدا وكل حاجه رائعه جدا في منتخب مصر، بس هي المشكله تغيير المدربين من 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 فتره لفتره، تغيير اللعيبه، لعيبه جديده، كل ده لازم يتحط في الحسبان ولازم بسرعه جدا عشان الماتشات كتير جدا اللي جايه في تصفيات افريقيا لامم افريقيا لكاس عالم، كل ده لازم يتحط في الحسبان ويلم الناس وتتلم الناس كلها اللعيبه، ويبقى عندك قوام فريق، ان مش كل شويه اغير. طبعا هي المشكله كلها من كروش لفيتوريا، حصل تغيير لعيبه، جم لعيبه جداد، كل دوت بيحصل وبياخد وقت. هو دي المشكله، الوقت. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني معلش سامحني فيه، يعني بس يعني خدني على قد عقلي فيه. هو في كره القدم ينفع يتقال كلمة قرف فيما يتعلق بالمدراء الفنيين؟ أنا بكلم حضرتك على المنتخب بصفة خاصة، لأن في أزمنة بعينها مع مدربين بعينهم كان الوضع غير. صحيح. يعني لو هنعمل فلاش باك لفترة المنتخب مع كابتن حسن شحاتة مثلا، كانت اللعيبة كلها كويسة، اللعيبة كلها كانت. يبقى كواليتي اللعيبة اختلفت طبعا عن دلوقتي. طبعا طبعا. إيه اللي اختلف؟ والمدرب برضه. طبعا المدرب أكيد طبعًا. وحسن طبعًا. شحاتة كان مدرب قليل أو قهري او غيره، مصري وحافظ حتى اللعيبه المصريه بتعمل ايه او فكرها ايه او بتشتغل ازاي او بتعمل ايه. انما كواليتي اللعيب طبعا مختلف. طبعا اللعيبه دلوقتي لعيبه كويسه جدا وكبار جدا يعني، انما انا بتكلم في كواليتي لعيبه مع بعض، يعني فرقه متكامله. اصل انت ما بتلعبش تنس، انت بتلعب 25 لعيب، 30 لعيب، 50 لعيب، بيصفوا كلهم لغايه 23 لعيب في البطوله. فطبعا بتبقى عندك اجود ناس، برضو هنا في اجود ناس. انما بتكلم على فرقه متكامله، يعني من اول حارس المرمى لغايه راس الحربه كلهم لعيبه كبار جدا ولعيبه كويسه جدا، الكواليتي كلهم ماشي مع بعض، يعني الانسجام كله ماشي مع بعض. حتى لما جيت في 2006 و2008 و2010 كان التغيير في لاعب او اتنين بالكتير جدا. دلوقتي انت بتخش من مدرب لمدرب بتلاقي مثلا خمس ست لعيبه متغيرين. صحيح. وفي لعيبه كانت مستبعده ورجعت تاني، فكل ده بياخد وقت وبياخد وقت مجهود من المدرب ومجهود من اللعيبه عشان تقدر تخش تتنافس مع بعض او يبقوا الكواليتي بتاعهم. هو طبعا اللعيبه كلهم كويسين، انما مع بعض ممكن ما يكونوش الكواليتي مظبوط، مش منسجمين مع بعض زي 2006 و2008 و2010، دول كان كلهم منسجمين مع بعض طبعا. يعني اللعيب يخرج لعيب يجي، نظره العين ده بيجري لده وده بيسلم عليه. طبعا وكان كل اللعيبه بتلعب مع بعض في الدوري المصري، في غير يمكن واحد او اتنين بس هم اللي كانوا بره. انما دلوقتي اكتريت اللعيبه يعني خمس ست لعيبه بيلعبوا بره، الباقي بيلعبوا في الدوري المصري. عايز اقول في واحد بيلعب في السعوديه، في ناس بتلعب في انجلترا، في ناس بتلعب في تركيا. فالوضع
بلاد مختلفة، في تاكتكس مختلف، في كواليتي لعيبة مختلفة اللي بيلعب معاه هناك في بلده. هل ده اللي بيخليهم لما بيجوا بيبقوا عرضة للانتقاد والكلام ده ينطبق عليهم كلهم؟ ما فيش حد كان خالي من صحيح. الانتقاد ده تحديدا صحيح. ان انت مش بتعمل مع منتخب بلدك ربع اللي انت بتعمله مع الفريق اللي انت محترف مثلا فيه. بس هي برضو عايزين برضو نقول، انا عشان فني اقدر اتكلم في الحتة دي، ان محمد صلاح مثلا لعيب كبير جدا، بس مع ليفربول لانه بيتمرن كل يوم مع اللعيبة دي، مع اللعيبه دي بيتمرن كل يوم، فواخد اللعيب زي ما حضرتك قلت كده، عارف بيجري ازاي، بيتحرك ازاي، بيجري ازاي، كل ده اللعيب ده حافظين محمد صلاح في ليفربول. انما بيجي هنا 3 4 ايام اللعيبه لازم 3 4 ايام في 5 6 تمارين مثلا، ما يعني ضعيف جدا، الوقت ضعيف جدا، ما يقدرش يقول لك صلاح بيجري ازاي او بيعمل ازاي. وبرده المدرب هنا غير المدرب هناك، المدرب هنا عايز صلاح مثلا يعمل حاجه معينه، او تريزيجيه يعمل حاجه معينه، او حجازي يعمل حاجه معينه، هي دي المشكله. بس يا كابتن ايهاب تسمح لي معلش يعني الكلام ده اذا كان بينطبق علينا وكلام مظبوط جدا، اكيد بينطبق على كل الدول التانية. صحيح. يعني اكيد عندهم كان اجيال ذهبيه وعندهم لعيبه كانت افضل من لعيبه، ومش كلهم دلوقتي الاجيال اللي عندهم هي الافضل، عدى عليهم افضل طبعاً كتير طبعاً. فانا برضو مش بشوف ان ده مبرر بصراحه. يعني انا طبعا مقتنع بكلام حضرتك وجهه نظرك، وممكن كريم بيتفق كمان فيها، بس انا مش شايفه ان الوضع فقط هو كواليتي لعيبة تفرق عن جيل عن جيل، يعني موجودة في كل الدول، بس ستيل أنا لا أقدم كمنتخب مصر اللي مفروض أقدمه. في مشكلة، مشكلة مش بس فكرة الكواليتي بتاعت اللعيب بصراحة. يعني هي المشكلة ما احنا برضو احنا مش عارفين نحط ايدينا على المشكلة فين. هي دي بقى النقطة. هي دي، هي دي ما انت حطيت ايه على المشكلة هنحلها. انما يعني مثلا الجيل بتاع الثمانينات بتاع كابتن الخطيب وحسن شحاته وفاروق رائع جدا، يعني جيل كان من احسن اجيال جت في تاريخ مصر بصراحه. طبعا الواحد طبعا وفي العالم، يعني الجيل ده كله في العالم كان كويس، يعني البرازيل هتلاقيها لعيبه كويسه جدا، الارجنتين، ايطاليا، المانيا، طبعاً. كل اللعيب الجيل السبعينات لغايه الثمانينات دي كان جيل رائع في العالم كله. صحيح. في العالم صحيح. كله فعلا، وحتى حراس المرمى كله كله طبعاً. يعني كل الاجيال كانت في العالم كله في السبعينات لاوائل الثمانينات كانت رائعه جدا جدا جدا، ومصر ما راحتش كاس عالم. يعني ليه بقى تفسر ده بايه، او فسروه وقتها بايه؟ لان انت بتخشي البطوله متاخره، يعني في كذا كذا من السنين اللي فاتت اللي قبل كده، انت دخلتي البطوله متاخره. بمعنى ايه؟ بتلعبي مثلا مع فرقه زي مدغشقر مثلا، يعني مع احترامي ليها يعني فرقه كويسه، بس زمان ما كانتش على المستوى الكبير يعني، فتخش تتعادل معاها هنا وتتعادل معاها هنا، فانت بتخشي في الموضوع ده متاخر. في بطوله افريقيا انت بتخشي جامده جدا، عشان كده كل مره بتخشي بطوله افريقيا. انما في فرق في افريقيا وفي شمال افريقيا بيخشوا البطولات كاس العالم، تصفيات كاس العالم بدري جدا، يعني بيركزوا فيها من اول، فبنركز فيها من الاول بيروح كاس عالم. يعني انت يعني مصر للاسف ما راحتش كتير كاس عالم. اركز فيها من الاول معنى ان انا ايه، اعمل بريبريشن اللي هي المعسكرات الطويله. برافو عليك، واكسب المباراه من اولها. يعني في كذا سنه كذا سنين من بتصفيات كاس العالم كنت بتتعادل مع فرق مش مذكوره على على الخريطه يعني. صح. ودي اللي كانت بتخرجك بره. يعني مره تعادلت مع ليبيريا واتغلبت من ليبيريا. ليبيريا دي اصلا فرقه يعني مع احترامي ليها مره خرجتك من كاس العالم، ليبيريا دي او النايجر خرجتك من كاس العالم، الفرقتين دول خرجوك من كاس العالم مره، فمرتين يعني. فعشان كده بقول لك حضرتك لازم تخش زي ما حضرتك قلت كده نهوان، انك انت لازم تخش بمعسكرات كويسه جدا وتكسب المباراة على طول، يعني من أول تخش جامد. اللي احنا بنعمله في بطولة أفريقيا، بنعمل في بطولة أفريقيا بتخش جامد جدا، فعشان كده كل مرة انت في بطولة أفريقيا وبتاخدها. طيب خلينا نرجع بقى تاني لماتش النهاردة، وبرضو توقعات حضرتك، هل هيكون الأداء هجومي ولا متوازن ما بين الدفاع والهجوم؟ وبرضو لازم ناخد في الاعتبار تفصيلة الدفعة المعنوية، فكرة ان انت لسه جاي من انتصارين، واحد قاري وواحد صحيح. محلي، الى اي درجة برضو الدفعات المعنوية اللي من النوع ده بتفرق مع اللعيبة؟ وهل لما تكون جاي من مكسب واتنين بيبقى الدافع عندك اقوى، ولا لما بتكون جاي من هزيمة بيبقى الدافع اللي جواك اعلى؟ لا، لما تكون جاي من مكسب دافع اكتر، لان الهزيمة الى حد ما حتى لو انت هنشيل بعضينا وماشي اوكي وتمام كل حاجة، انما الهزيمة برضو
بتاخدك بتاخدك لتحت شويه. انما ما تبقى جاي مكسب معنوي كبير ومكسب كويس وضد فرقه كبيره زي الاسماعيلي او بطوله قاريه زي فرقه من تونس برضو تونس من الفرق الكويسه جدا طبعًا. انك بتديك دافعه معنويه كبيره جدا. وانا شايف النهارده مباراه اسوان فيها هيبقى فيها توازن طبعا بين الدفاع والهجوم طبعا ده اكيد جدا لان المدرب لازم يشتغل على كده من الاول وبعد كده مع مرور الوقت في المباراه بيقدر المدرب يقول للاعيب تعمل كذا لان المدرب في بدايه الخطه بيحط سيناريوهات لنفسه سيناريو نبتدي اول ثلث ساعه كذا او ربع ساعه كده بعد كده نص ساعه كذا فهو بيحاطط سيناريو للمباراه وكل مباراه على حده يعني مثلا ممكن مباراه الاسماعيلي تختلف عن مباراه اسوان عن مباراه سيراميك عن مباراه الزمالك كل ده ليها سيناريو بيتحط للمدرب فطبعا انا شايف ان مش هيجازف ان هو لازم من الاول يضغط او من الاول يكسب او من الاول لا لان برده المباراه مش عايز اقول ان هي مباراه برضو الى حد ما على الورق سهله بالنسبه للنادي الاهلي فان شاء الله هنشوف بالتوازن انا شايف كده هيبقى في توازن بين الدفاع والهجوم وده اللي احنا هنشوفه وان شاء الله يكون الاهلي مباراه يكسب فيها يعني تعالى بقى نروح للمنتخب الاولمبي كابتن ايهاب اللي هيبدا مفروض اول مشواره في التصفيات بقى المؤهله ل يعني اولمبياد باريس ان شاء الله بتشوف او بتتوقع كده ازاي ان شاء الله اول البدايه او الضربه بقى في التصفيات الاولى الحمد لله ان جات لنا برضو الفرقه هي اسمها اسواتيني كانت سوازيلاند زمان هي تحت جنوب افريقيا كده بلد احنا لعبنا فيها في النادي الاهلي يعني انا ما كنتش اعرف اصلا عنها بعد ما عرفنا ان احنا نلعب مع اسواتيني فعملنا سيرش وبعد الحركات الانفصاليه اللي حصلت في افريقيا استجدت اسماء كتير جدا وغيروا زي ما هم عايزين يعني اسمها غريب. دي كانت سوازيلاند زمان يعني جزيرة حلوة جدا تحت جنوب أفريقيا طبعا الفرقة بتاعتها مش قوية جدا والحمد لله أنا بقول ليه الحمد لله إن المنتخب هيلعب المنتخب الأولمبي هيلعب الفرقة دي لأن طبعا مش قوية جدا في إن المنتخب الأولمبي لعب مباراتين بس كده مع بنين استعداديه يعني بداوا طبعا غصب عنهم لسه كان الدوري كان خلص ما كانش فيه لعيبه بتلعب من اللي هي المنتخب الاولمبي 2001 بدليل هم واخدين من عندنن احنا من 2003 حوالي 3 4 لعيبه بيلعبوا معاهم لعيبه كويسه جدا فطبعا انا شايف ان الحمد لله ان شاء الله المنتخب الاولمبي هيعدي المباراه دي وهيكسب ان شاء الله هيكسب هناك لان انا شايف ان المنتخب الاولمبي اعلى من الفريق بس هي الافضل ليا ان انا ابدا مع حد مستواه مش كويس ولا الافضل ليا ان انا ابدا بحد كبير ما هي دي ما ابدا بحد كبير لو انا عامل استعداد من الاول وعندي قوام فرقه من زمان من يعني انا اصلا مع استعدادي بديه كام من 10 7 مثلا ممكن لان طب ده مش مبشر قوي يعني مش حكايه مبشره انا هوند بس هي المشكله ان المدرب لسه جاي من شهر 6 اللي فات لما جه اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي اكترتها ما بتلعبش في الدرجه الاولى بيلعبوا في المستوى اللي هو الشباب اكترتهم كان الدوري ابتدى يخلص هو اصلا ما عندوش فرصه ان هو ينقي في اللعيبه ياخد اللعيبه اللي هي بتلعب لان اكترتهم ما كانش بيلعبوا فانا عشان كده بقول ايه الحمد لله الفرقه دي مع الوقت ده نلعب مع الفرقه دي انما بعد كده ان شاء الله بعد طبعا هيبقى في فرصه كثيره ان شاء الله اكتسبوا الثقه على بالظبط كده وحتى تكون اللعيبه ابتدت تلعب في الدوري بتاعها او اللعيبه اللي هتلعب في الدوري الممتاز يقدر يلعب عشان يقدر عنده مساحه من الاختيارات كبيره هو احنا ليه دايما عندنا النوع ده من الكعبلات يعني مدير فني يجي على اخر لحظه فبالتالي ما بيبقاش عنده مساحه وقت كافيه ان هو ينتقي اللعيبه ما بيبقوش عندهم مساحه وقت كافيه ان هم يبقى في ما بينهم صحيح. وما بين بعض هارموني ليه عندنا الكعبلات دي ما الموضوع بيبقى معروف من قبلها بسنين لازم يكون في مدرب السنه الجايه جدول البطولات اللي هنشارك فيها كذا وكذا وكذا نعد لها من دلوقتي مظبوط هي كلام حضرتك مظبوط جدا لازم يكون في الاستعداد من الاول خالص هي طبعا انا مش قادر اقول ليه يعني بيحصل كده يعني احنا بس مجرد بنفكر مع بعض بنفكر بالظبط يعني. لا مفيش كلام يعني مفيش مشكله خالص انما انا بقول زي ما حضرتك وكلام حضرتك مظبوط جدا جدا يا كريم ان لازم يكون المدرب عنده من الفرصه طويله جدا ان هو يقدر يبقى عنده مساحه ويبقى المدرب ده هو اللي موجود ما يجيبش مثلا مدرب لسه جاي من شهر او شهرين اقدر اقول له طب اشتغل مش كل الكعبلات دي بتفقدنا ثقلنا صحيح
صحيح. اللي احنا طول عمرنا لا مظبوط جدا كلامك مظبوط جدا. وانا برضو مش عارف المشكله فين برضو. يعني هي دي برضو زي ما كنا بنتكلم نحط لك على المشكله. عايز احط ايدي على المشكله اقدر اشتغل يعني. هي ليه عامله كده؟ مفيش مشكله. احنا مش قادرين نقول حاجه لان مش عارفين المشكله فين بالظبط. مش عارفين نحط ايدينا على المشكله. هي دي بس. ودي في حد ذاتها مشكله. مشكله. دي مشكله نناقشها بقى في دقيقه. دي مشكله لازم في برنامج لازم تعملها بصراحه يعني. طب ايه الحقيقه كره القدم المصريه ما تستحقش الحاجات اللي احنا بنتنضر عليها دي لان احنا طول عمرنا برضه بقالك سنين يا كريم ما هياش حاجه مثلا وقتيه بقالك سنين بهذا الشكل. بلد كبيره واسم كبير مصر كبيره في حقيقه يعني الواحد بيعرف الحاجات دي لما بيسافر بره. لما بيسافر بره بتعرف ان مصر فعلا اسم كبير في كل حاجه في كل المجالات مش في الرياضه بس في كل المجالات. وللاسف احنا برضه يعني مقصرين في حق نفسنا كتير ودي انا زعلان منها جدا. ازاي مقصرين؟ مقصرين ان مثلا زي ما قلت حضرتك كده المصري اسم يعني اسم مصر ده او انا كمصري ليا 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 شأني ورونقي. انا بقلل من نفسي يعني هنا في مصر بنقلل من نفسينا. اما بتخرج بره مصر بتقلل من نفسك. انا مش فاهم ليه يعني المفروض انك انت اسم يعني مصر دي اسم انت كبير. عندك خامه كويسه خليني خامة اقول كويسة او اضيف لكلام حضرتك كابتن ايهاب. يعني انت دايما لو هنقيس ده مثلا على الرياضات المختلفه تعال شوف الابطال بتوعنا اللي شاركوا في الاولمبيات المختلفه ومنها طوكيو اقل الامكانيات بتعمل ابطال او بتصنع صحيح. ابطال ده للمصري صحيح. ممكن بتكون بتنافس مثلا بطل امريكي او بطل واتيفر الدعم المادي والمعنوي وكل حاجه متوفره له وانت بتنافسه يعني وانت ما فيش يعني انت 3 من 10 في اللي هو بيحصل عليه. فدي بقى اللي بتميز. هو ده اللي انت بتقول ان انا عندي بوتنشال باقل امكانيات ده الحق يقال بصراحه. بالظبط. ولازم تبقى انت عالي لازم تبقى انت عالي. يعني مثلا في الاسكواش انت رقم واحد في الاسكواش في العالم رقم رجال وسيدات بنات وسيدات. ما فيش حاجه خالص تقول ان ما فيش مؤشرات في مصر تقول ان ده رقم واحد. يعني الشربيني نور الشربيني نور الشربيني هايله جدا يعني مكتوب لسه عنها لسه قاري في الايجيبشن تايمز رقم واحد على العالم. بيكتبوا بره عليها واحنا ما بنذكرهاش خالص. لا بنذكرها بس لازم يبقى لازم تبقى فاهم ان رقم واحد على العالم مصري في السكواش زي التنس. احنا لا احنا في السكواش طبعا حاجه ثانيه زي التنس. التنس يقول لك ايه معروف رقم واحد لغايه 10 في العالم كله في الرجال والسيدات مين هم. انت ليه ما بتحطش مثلا ده انت عندك رقم واحد واثنين وثلاثه مصريين وبقينا كده في الى حد كبير في الهاند بول كمان. وفي الهاند بول رائع يعني انت خصام من ماجدبورج. دي ماجدبورج دي فرقه قويه جدا في المانيا بطلة العالم وانت خصام منها بحاجات بسيطه وعامل مباراه معاها رائعه جدا. لازم يا جماعه نذكر الحاجات دي ولازم نعلى يعني انت كمصري لازم دماغك فوق مرفوعه راسك فوق كبير جدا. ولازم لما تخرج بره الناس تحس انك انت راجل مصري والناس دي حاسه بكده. انما انت كمصري لازم تحس بنفسك. يعني انا لازم يكون عندك عزه بنفسك انك انت راجل مصري. ده مهم جدا. يعني لازم الاعلام يسلط الامور كلها على الحاجات الايجابيه مش الحاجات السلبيه طبعا. وفي نفس الوقت العزه بتيجي من اللي انت بتصنعه. يعني انا برضو في الاول وفي الاخر قدمت ايه لنفسي صحيح. وقدمت ايه طبعا لبلدي صحيح. بس لازم اكون حاجه مش اللي هو اصل مش عايزه رساله توصل لحد مثلا ما يعملش حاجه في حياته يقول لك عشان مصر. لا لا ما ينفعش. لا لازم يكون عندك لا دي مش ليك. لا مش ليك النصيحه دي مش ليك. لا مش لازم اكون قدمت صحيح. حاجه علشان صحيح. اقدر ان انا اكون فخور بنفسي في اي مجال مش لازم في الرياضه بس صحيح. اكون شخص نجحت في المجال اللي انا فيه على الاقل يعني صحيح. كابتن ايهاب قدامنا دقيقه ونص تقريبا لازم انا وكريم نختم مع حضرتك على منتخب الشباب والاستعدادات بقى للفتره اللي جايه ان شاء الله. احنا عندنا الشهر الجاي حوالي 10 ايام في توقف الدوري استعداد كده احتمال كبير قوي يكون عندنا مباراتين افريقيتين هيجوا لنا اعتقد ممكن يكون الكاميرون نيجيريا او كده. لو ما كانش في امكانيه ان هم يجوا احنا في اعتقد ممكن لينا سفريه مثلا لاوزبكستان حاجه كده لسه بيشوفوها يعني. انما احنا عندنا 10 ايام يوم 10 11 ان شاء الله معسكر استعدادا طبعا لكل ده استعدادات كل ده أفريقيا. مهم جدا الفتره دي طبعا يعني الحمد لله احنا عندنا مجموعه لعيبه كويسه جدا وفي الحمد لله برده في 3 لعيبه مع المنتخب الاولمبي او 4 لعيبه منهم حارس المرمى احمد نادر السيد معاهم
واعتقد حلوة. ممكن يلعب اعتقد موفقين يعني. يا رب ان شاء الله كل اللي جاي يعني ان شاء الله سعادتك كويس وربنا يكرم ودعواتكم يعني وربنا يكرمنا النهارده كمان طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم. طيب احنا يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر نورتنا وشرفتنا بوجودك معانا في حلقه النهارده وان شاء الله ما تغيبش عندنا بقى تبقى معانا قريب ان شاء الله ان شاء الله كريم. شكرا ليك يا كابتن ايهاب وهسيب حضراتكم بقى في الفقره اللي جايه مع كريم طبعا وهتنورنا دكتور يامن الحياوي وملف جديد في الصحه وانا اشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم حلقه جديده.